ضمن الجولات اللي بتقوم بيها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مختلف المحافظات، وشفنا جامعات وشفنا مدارس وشفنا القهاوي، كل المواطنين على مستوى المحافظات بيتكلموا في ايه، بيتكلموا يعني ايه حوار وطني، ايه اللي محتاجينه من الحوار الوطني. شفنا يعني مشاكل كتيرة جدا بتواجه الشباب داخل الجامعات، زي مشاكل اتحاد الطلبة، الأنشطة الطلابية، أبحاث التخرج، بيتكلموا كمان عن حاجات زي الإدمان والانتحار، بيسألوا هل الدولة المصرية هتقدر تساند وتساعد في الملفات دي ولا لا. كنا بنتكلم عن أهمية الخدمة الاجتماعية، بنتكلم عن أهمية الكليات والمدارس الخاصة الكليات الفنية. الطلبة بيعاني شوية ان هم بيبقوا محتاجين ان هم ينزلوا سوق العمل، وفي نفس الوقت هم ما يزالوا بيدرسوا، فازاي نقدر نوفر لهم زي استثناء ان هم لما يكونوا بيعملوا او ان هم بيكون رب أسرة وعندهم مسؤولية للأطفال، ازاي او اخواتهم او اولادهم، ازاي يقدروا يوازنوا ما بين الدراسة وما بين العمل. استمعنا للآراء الشباب، كان ليهم مقترحات مهمة جدا، كانت اللغة السائدة للشباب كيفية التمكين والوعي السياسي. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت متواجدة على مدار أكثر من 10 أيام في محافظات مصر، وناقشنا مع مجموعات الشباب القضايا اللي طرحوها علينا فيما يخص التعليم، فيما يخص الأنشطة الطلابية، وأيضا فيما يخص الدولة بشكل عام. عايز أقول النهاردة فرصة أن احنا كمان نتواجد في مراكز الشباب زي ما احنا تواجدنا في كافة ربوع مصر، سواء في دوائرنا أو حتى موجودين في الجامعات المصرية ولقاءات مع الأحزاب، ونتكلم كمان أن احنا موجودين في كل الطوائف وكل الفئات المجتمعية علشان نسمع لهم وننصت لهم ونطلعهم على الحوار الوطني بمحوره. النهاردة جيت أحضر مؤتمر الحوار الوطني، طبعا كان لي الشرف جدا ان انا احضر مع كل الفئات والسلطات اللي كانت موجودة، وبنشكر الدولة طبعا على مجهودها العظيم في سماع رأي الشباب، اللي طبعا دوت بيعود بقى اتحسن على الشباب اكيد. النهاردة انا ناقشت المبادرة بتاعتي، مبادرة الابتزاز الالكتروني، والسادة النواب والاساتذة الكرام تقبلوا الموضوع وساهموني فيه جداً.